شيخ صالح، أيضا وصلنا هذا السؤال بنفس الواتساب، يقول شيخ أخذ الأجرة عن الحج، فهناك شخص يأخذ عدة حجج ويحج فضيلة الشيخ لعدة أشخاص. هذا لعاب، هذا يجب يؤدب، ياخذ حجه عده اشخاص ويحج عنهم حجه واحده، هذا يتلاعب وهذا يطلب المال، ما هو يطلب العباده، ويجب انه يؤدب. نعم.